اصبح المغرب اليوم وجهه عالميه في عدد من القطاعات المتطوره وهو ما تعكسه العديد من الارقام والمؤشرات فعلى مستوى صناعه السيارات اصبحت بلادنا اول منتج للسيارات السياحيه على صعيد القاره الافريقيه والمصدر الاول للسيارات الحراريه الى الاتحاد الاوروبي كما تمكن من مضاعفه عدد صادراتنا من السيارات بين عام 2021 و2024 وخلال سنه 2023 استطاعت بلادنا تصنيع ازيد من 570 الف سياره تقريبا سياره في كل دقيقه كما خطت بلادنا خطوات عملاقه فيما يتعلق بالسيارات الكهربائيه وصناعه البطاريات من خلال تطوير سلسله قيم متكامله ما مكن بلادنا من التموقع ضمن الخريطه العالميه للدول الكبرى في هذا المجال. وبالموازاه مع ذلك كتشهد الصناعه المرتبطه بقطاع الطيران تطورا متواصلا يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم صادراته كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين في ظل تواجد أكثر من 140 فاعل دولي في المجال ببلادنا وبالإضافة إلى كل هذا عززت المملكة موقعها كفاعل رئيسي في مجالات أخرى على غرار الصناعة الغذائية الصناعات الكيماوية الصناعة الدوائية والصيدلانية صناعة النسيج والجلد من خلال الأضواء الهامة التي قامت بها هذه القطاعات لا سيما على مستوى التصديق